خلينا اروح على تجربتك مع اللجنه الاولمبيه الاماراتيه. اكيد 8 سنين اتعلمت أكيد طبعا في تخطيط في شغل في الوقت اللي برضو كان بيتأسس لعبات جديدة هناك زي كوس وسام زي ما شفنا. كلمنا عن تجربتك دي وأهم المحطات اللي فيها. يعني بص بداية أنا ابتديت يعني بعد ما سبت التدريب واتجهت اللجنة الأولمبية مش عايز اقول لك برضو ان هو هناك المستويات ما هياش يعني عاليه طبعا عاليه القاعده عندنا اعرض اكيد كتير يعني في فرق كبير ولكن هم مميزين في الالعاب الفرديه ممتاز يعني هم كانوا مميزين في الالعاب الفرديه لما ابتدينا نشتغل ابتديت اعرف ان مثلا ايه ابتديت يكلمني ناس من قوس وسام احنا دخلنا اللعبه في فتره وعايزين نبتدي ننشر دي صور ليك هناك دي في الامارات مش كده يا كابتن؟ اه وده دي كانت في دوره تدريبيه كانت معموله في الامارات خاصه بالمدربين من قوس وسام. لا قوس وسام كنت لسه بتاسسوا الرياضه دي لسه بسم الله الرحمن الرحيم بالظبط في الامارات لا هي كانت موجوده بس مش معروفه محدش محدش يسمع عنها فانتوا بقى في مرحله انتشار فابتدينا ناخد الخطوه ديت فكان ساعتها كان المستشار محمد الكمالي كان هو امين عام للجنه الاولمبيه فجاب خبير اللي هو الكوري دوت وقال لي انت مسؤول عن اللعبه ديت ممتاز فابتدينا نشتغل على هذا الاساس وابتدينا ابتدينا نراسل شركات بره جبنا الادوات نفسها القوس والسهم احنا بقينا احنا نشتريها لان تكلفتها كانت عاليه على بعض اللاعبين والانديه طبعا لازم الاتحاد ولا يتبناها فابتدينا نعمل الكلام ده دخلناها ضمن مسابقات الاولمبياد المدرسي في المدارس في المدارس فابتدينا نعمل المسابقات ديت الاول كانت بيشتغلوا مثلا على 18 متر بس فابتدينا قلنا لا لازم نبتدي نزود عشان نوصل للبطولات العالميه والاولمبيه اللي هي 70 متر ممتاز فابتدينا من هذا الاتجاه ابتدينا نشتغل وابتدت اللعبه تتطور وبقى في انتشار طبعا وفي انديه شغاله غير الاخر خالص غير البدايه غير البدايه. بس طب خلينا اتكلم دي يمكن في النهايه كان الحته دي يمكن في بداياتك بقى يعني اول ما رحت اللجنه الاولمبيه انت رحت الاول كره يد مرنت اهلي دبي صح وقعدت معاهم وخدت معاهم كاس الامارات وبعد كده اتجهت اللجنه الاولمبيه بدايتك مع اللجنه الاولمبيه الاماراتيه كانت ازاي؟ يعني هي كانت جت فتره بعد ما النادي الاهلي يعني بعد ما سيبنا النادي الاهلي كنت قاعد مع سعد يوسف سركال يعني هي كانت قاعده فقال لي ايه رايك يعني كان ساعتها كانت الانديه الناس بتتكلم معاك فالكلام ما كانش يعني يعني عاجبني فقال لي ايه رايك تشتغل معانا في اللجنه الاولمبيه قلت له يا ريت وانا كنت برضو داخليا كنت عايز ابعد عن الاسترس بتاع المدربين يعني شغل المدربين برضو انا بصراحه انا تعبت يعني تقعد وتقعد تبص نفسك قاعد 3 4 ساعات قاعد بتحلل في مباريات وبتاع وتقعد تحلل اللعيبه بتاعتك 16 لعيب هو اللعيبه يعني مش فاهم الكلام ده كارير فانا كنت عايز ابعد عن الاسترس ده فقلت يعني فضلت ان انا ابقى كارير ورحت اللجنه الاولمبيه الاماراتيه بدايتك كان معاهم بقى ايه كان اختصاصك ايه كان يعني بدات ازاي معاهم هي يعني. بص انا يعني كان تخصص ان انت ماسك العلاقات اللي هي مع الاتحادات واللجان الاولمبيه الخليجيه كنت بتطلع انت الاجتماعات بتاعه اللجان الاولمبيه الخليجيه بتقعد وتشوف المشاكل ايه في جميع الالعاب بقى وتبتدي تحضر انت مثلا تبقى عارف ان في مشكله مثلا في حاجه في اللعبه الفلانيه فبتبتدي تحضر وتشوف ايه المشكله دي سببها ايه ووصلت لايه بحيث ان هي بتروح الاجتماعات ديت اللي هي بتاعت المجالس الاولمبيه الخليجيه بتروح وتقعد هم بيناقشوها بقى طب وعلى مستوى الاماراتي هل كان في مشاركه اولمبيه في الفتره اللي فاتت مثلا الاولمبيات مثلا ريو دي جانيرو كان في مشاركه قبليها شاركوا في لندن كنا مشاركين بفرقه كوره كمان كان في اسيا كان طالع تاني واخد فضيه في اسيا وشارك في لندن تمام طب خليني عايز اتكلم مع الاولمبياد بقى وعلى ماتش المانيا اللي جاي بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن ياسر لبيب ولكن بعد الفاصل